اهلا وسهلا ومشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر مرة أخرى على قناتكم قناة شوف تي في مرة أخرى، وتلبية لنداء هذا السيد وزوجته مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في وعلى المباشر. مسلم ومراته خرجهم من الدار، وهذا الشيء اللي كيقول هذا السيد هذا من بعد ما أداش ليه الواجب الكرائي ديال الشهر. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، وهذا الراجل والزوجة ديالو الآن هما في الشارع، شوفوا كيفاش مرميين في آخر أيامهم في الشارع بلا شفقة، والرقم ديالهم هو اللي أمامكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وغنخليكم مع هذا الشريف اللي كما سمعنا من عند ولاد الدرب، ولاد ونساء وكذلك رجال هنا ديال أبناء حي برج مولاي عمر، واللي تواصلوا معنا واللي قال لك خويا منير ديروا الواجب، بغينا قناة شوف تي في تكون مع هذا السيد هذا في هذا الوضع هذا، راه مريض عنده مرض السرطان، الزوجة ديالو كتعاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني مسكينة يعني لا حول ولا قوة لهم. هذا الراجل هو اللي خدام على هذه المراه هذه، اكثر من هذا لا اولاد لا حتى شي حاجه، الان كيضويو بالشمع، ما بغاوش ما يعني ما بغيناش نمشيو نصوروا معاهم في الدار تجنبا، يعني الوضع ديك الحاله اللي كاينه غنخليكم معاهم هما غادي يحكيو لكم اشنو واقع لهم بالضبط. الشريف السلام عليكم ومرحبا بك معنا على المباشر، تقدر تقول لنا شنو وصلكم لهذا الوضع هذا، وعلاش علاش ما علاش تلقيت راسك اليوم في الزنقه؟ لقيت سيدي راسي للزنقة حيت انا مريض وخرجني مريض الدار. قالوا لي زاود حوايجك على برا ولا دب راسك. علاش؟ وانا مريض، قالوا حيت كيسالوني الشهر الكرا بغاو يخرجوني، قالوا لي خويا المحل زاوطهم في الشارع ولا زاوطهم فين بغيتي، دابا عندي كلشي مجموع، كلشي مجموع غادي نهبطهم غير الشارع والناس انا والمراه معوقه. ودابا المحسنين اللي فيه شي قلب الرحمه يشوف من حالتي، يشوف من الحاله ديالي. راني مريض، انا مريض، راني نعس في السبيطار ما هي جوج ما هي مره ما هي جوج، انا نعس في مكناس، نعس في فاس، نعس في سميتو، بالقلب عندي مريض وسميتو، الدراع الدم ما تيدزليش في يدي، والمراه معوقه كل شيء، وانا مريض ونزوت حوايجي غير في الشارع. وباش كتعيش عمي باش كتخدم؟ والو غاجيو غير الناس، هذوك الشهور غير الناس غير المؤمنين، بحال وجوهكم كيجيبوا لي ما ناكل، ومره كيعطوني ومره كنبقى هكاك، مره كناكل، كاين على الشمع دابا الشمع ما كتقدنيش انا والمره، كنشري خبزه خصني نشري شمعة، نشري خبزه ونشري شمعة كيعطوني ناس. خبزه واش المراه تاكل غير خبزه؟ وهذا ما هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، ما عنديش اي معنى، غير الحباب كيروفوا عليا بالماكله والشمع. لا ما عندك لا اله الا خوت؟ لا ما عنديش، عندي غير الله تعالى وتبارك، والمحسنين هما اللي عندي انا، هما خوتي هما احبابي هما والدي اللي دار فيا الخير، واللي عطاني شي حاجه راه ما غتضيعلوش، هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. انا اللي قلت لي عندك واش عندك مرض سرطان؟ لا عندي القلب، عندي القلب وعندي كل شيء، عندي العرق مبوشين، عندي القلب وعندي كل شيء مسالي مره، ما كنقدرش نوض، راه نعس في السبيطار هنا في محمد الخامس، ولاو صيفطوني لفاس ونعس فاس عاد شويه، راه ما كنتش كنقدر نوض كاع، ودابا راني فاشل. لا معنا غير انا والمراه، كاينه والمراه، والمراه معوقه. شحال وانتم مزوجين؟ 30 عام هذه، والمراه معوقه، ما جابش الله، والمراه معوقه، المراه مسكينه معوقه، ما كتقدر لا تزيد ولا والو، ودابا طيحت الضيم ديالها كاع كل شيء، ما كتنعس ما كتشوفوا، هذا الحوايج ديالنا اللي غيزوطوا على برا، والمحل بغى محل وقال لك خويا عليا زوطهم ولا جلس. ودابا جودكم كاري ب 14، كاري عندهم ب 14 بموضوع.
كنت كتخلص مزيان؟ كنت نخلص مزيان ملي كنت صحيح عامين عندهم، كنت نخلص مزيان كنت كن كل شيء. شافني طحت عساس في العماره، كنت عساس في واحد العماره، داوني من السبيطار الخامس، داوني بلابيلانس على السبيطار الخامس ونعست تمايا جوج مرات في التالي، شافوا ما داو مني والو صيفطوني لفاس، شويه بفاس عاد شويه راني توقت ولكن ما لقيت باش نخلص لا الكرا ولا الماكله ولا والو، ما كاينش. من شهر 6 وانا قاعد طايح، ما كان ناكل ما والو، ما كيعطيوك ديك جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم، كنمشي نشري خبيزه وكنشري شمعه، الشمعه ما كتقدنيش، كنعسو مع المغرب كندخلوا للبيت، الظلام كان كنقسو انا والمراه. نعم كنقسو انا والمراه، المراه معوقه، كنت غير المراه صحيحه، المراه راه معوقه. الله يشافيها والله يكون معها. وهادشي دابا كلشي، هادشي دابا اللي عطى الله، الحباب. وانت زعما ما كاين لا حباب عمي لا والو، من شجره؟ لا مقطوع، دابا مقطوع من الشجره. كانت امي عنده مات؟ كانت امي عندي ماتت، كنبقاو غير ولاد خويا راهم في الرباط، ما عندهم شاي وكلشي. كله كيضرب على كبالته، وهادشي اللي عطى الله هو هذا. واللي ما تيقنيش يجي يطلع عليا ويشوف حالتي، العواجي مجموعين خصني غير نزوطهم برا. حوايجي راهم مجموعين، قال لي في هذا الشهر ما تفوتوليش، زاوطهم ولا جلس. انا ما غنشوف، هي قرب الشهر غادي نزاوطهم غير على برا. شفنا السيدات بويلا مساكن باغيين يديروا لك الصينيه وباغيين. والناس غير ديال الدير باغيين يديروا لي الصينيه ويجمعوا لي غير باش نخلص ذاك الشهر ديال الكرا. كيدوروا سميتو غير بيد منبرا، غير بيد منبرا، غير تكلف بيد منبرا، شي واحد يتكلف صغير على خاطر، تنعس على خاطرها. الناس اخويا ما كنشوفو، اما مريضه. خذي الميكرو. كان بس اخويا غير هكا، ما كنعس ما كنشوفو، هو يقول لك ما كنعس ما كنشوفو. دابا انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم وفي الله تعالى سبحانه الا هو يجيب ربي شي مني اللي يدير لي غير بالكرا، يتكلف لي غير بالكرا. خبزه نمشيو نسعاوها انا ويا خويا، غير نعسو على خاطرنا. انا مزوقه فيكم وفي الله. خايفه غير كل مره كيطلعوا لعندي، ما فيه الخلعه فيه كلشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وشنو تقولي للمغاربه وشنو تقولي لوليداتك؟ الحمد لله هادو كاع وليداتك اللي كيشوفوك الان واللي كيدعيو معاك، يقولوا راكم اخويا خوتي وفيا كل شيء فيكم. انتم هما انا كنترجاكم ونترجى الله والمحسنين. نعم الله يسهل عليكم اخويا اخوتي كاملين كاع اللي غيديروا هذا الخير هذا. دابا انت غتاخد تهزي حوايجك، دابا حوايجكم فين هما؟ حوايجنا راهم دايرين. الا بغيتو يمشي انا خليوني هنا يمشي معاكم. ها هي دابا على المباشر شريكم، ها هي الدار غير هنا. حوايجي غنهبط متى من غدا، هو راه ما خصو غير تخويلو، خصو غير تخويلو. ما هبط متى من غدا، انا تنقول له سيدي فين غادي ندير حوايجي، كيقول لك شغلك هذا، شغلك هذاك رميهم ولا دير لهم اللي بغيتي، شغلك هذاك. انا ما كنعرف والو، قال لك انا ما كنعرف لا انا غير خرجيهم عليا ودبري، خرجيهم عليا على الباب. والله خويا شاهد عليا وراني ما كنكذبش اخويا، ما كنعس ما كنشوف. ايوا شوفوا، ايوا شوفوا. وانت اصلا من ذوي الاحتياجات الخاصه واش عندك شي مشكل في رجلك؟ ظهرها. انا خويا ظهرها هكا عوج، مريضه خويا، مريضه بظهرها عوج وناقصه من رجليها. انا حتى دابا هذا البنط ديالي انا ممكن زعما الحمد لله ربي اللي جا ولفت معاه، زعما انا عندي المشكل غير هذا الشيء اخويا. كيضرك غير فين ما تلقاش المستقر. اخويا هو اللي كيهمني، ما تلقاش فين تستقر، هو اللي تيهمني خويا، ديك المأمن كما كنقولوا. ما كاينش غير النعس اخويا، غير في خاطري ما كنهاش، ما كنهاش. المغاربه قدامك اختي دوي مع وليداتك. الله يرحم الوالدين اخويا، مع المباشر. الله يرحم الوالدين اللي في قلبو الشفقه يشوف فيا لوجه الله. راه حوايجي غير تزاطي في الصدق، وهنايا راه كلشي راه عارفين. الله يرحم الوالدين. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كنتمنى ان كلشي يبارطاجي هذا البث المباشر على نطاق واسع. هذا اجر لله المبارك، كلشي بارطاجي هذا البث المباشر على نطاق واسع. شد تفضل ابا، تفضل الله يدير لك الخير يا ابا. أمين. الله يدير لك الخير. مشاهدينا فضلا وليس امرا، هذا الواجب ديالنا كمغاربه كاولاد ديال هذا السيد، ما عطاش الله الضانه وما عطاش الحضانه كما كنقولوا، لكن حنا وليداتو وانتم ولادو، حنا ولادو وحنا بناتو، نكونوا معاه في هذا المحنه هذه. شوف السيد مسكين، ها هو شاد الميكرو في يدو كيترعد كله، يعني اش بقى فيه ما يخدم، اش بقى فيه ما يضرب في التماره، ولكن هذا حال الدنيا.
هكا دايره، شي عطاتو شي كلا وكي دارت ليه، الحمد لله شاء الله وما قدر فعل. لكن المهم الان واللي باش ما نقووش كما كنقولوا الهضره، المهم الان والحديث اللي الحدث اللي واقع الان هو ان السيد مهدد بالتشرد، مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، لانه ما عندوش باش يخلص ديك السومه الكرائيه. غادي نقول لكم الله يحسن العوان، راه واحد اللي غادي يكري دارو راه ما كيكري دارو وما يكري راه حتى كيكون حتى هو الله اللي عالم به، باش نكونوا فاهمين. الله اعلم واش مسكين حتى هو عايش من ديك فلوس الكرا، واش عنده التزامات، واش عنده طريطات، واش عنده، الله اللي عالم به. عارفين هذا الزمان حتى واحد ما تقدر تلومه، كل واحد وظروفه. اذا هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما قال احد الاخوان، الله المستعان، وبكم انتم نقدروا نحققوا المعجزات. وهذا السيد ما يبقاش في هذا البرد اللي حنا في البدايه ديال البرد مشاهدينا، كنتمناو انه يلقى القلوب الرحيمه، ولكن بالبارطاج ديالكم، بانه كل واحد فينا يدير يبارطاجي على قدر الامكان، على قدر الامكان، على قدر الامكان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، باش نتسابقوا على هذا الفعل اللي هو فعل الخير لا اقل ولا اكثر. حيت الا سكن هذا السيد غادي نجيو عنده، غادي نقول لكم اجيو تشوفوا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي، اجيو تشوفوا خوتي المغاربه لا اللي في الداخل ولا اللي في الخارج، ها الخير ديالكم، ها فين وصلنا. الحمد لله احنا حيدنا على واحد المسلم كربة من كرب الدنيا، الله يخفف علينا كرب الآخرة، هذا هو ما نتمناه. لهلا يوصل أي واحد فينا لهذا الوضع مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. في آخر الأيام بنادم يلقى راسو ما عنده مسكين لا تقاعد، ما عنده حلا حتى شي حاجة، لكن كنتمناو. ها هي اليوم حالة أمامنا ديال المسن، أنه الجهات المختصة بالشأن الاجتماعي ها هي حالة أمامنا، علاش ما يتكفلوش بها؟ هو مسكين كان عساس ما عرفش، لا سولنا غنلقاو خدم 70,000 خدمة، ولكن ها فين تلات به الأيام. لهلا يطيح بشي واحد، ولهلا يوصل شي واحد لشي مرحله اللي يلقى راسو انه يبقى يعني ما يلقى باش يتكوفرا من غير الله سبحانه وتعالى. وانتم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي غادي نخليكم معاه، هو يعطينا كلمته الاخيره. الله غالي. نعم شريف ديالي، وليداتك كلهم، الناس كاملين كيدعيو معاك، الناس كاملين، ما نقولش لك الحجم ديال التفاعل الان ديال عدد ديال المواطنات والمواطنين المغاربه ومشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي واللي كيبارطاجيو بشكل كبير الان. شنو بغيتي تقول لهم في هذه اللحظه هذه؟ شنو رسالتك للناس اللي كيشاهدوا؟ رسالتي اللي غادي نقول لهاد الناس، اللي غادي نقول لهم هاد الناس، راه ربي اللي غادي يخلصكم، وربي ربي اللي غادي يخلصكم. راه انا راه غنبقى مليوح. اخوتي انتم هما اخوتي، انتم با، انتم امي، انتم كلشي. حيت ما بقات عندي صحه، الصحه ديالي تنمات، غادي نترمى غير برا، ما عندي لا فين نعس ولا فين. انا والمراه يكون عين المراه صحيحه، المراه معوقه، المراه معوقه، المراه حتى هي راه معوقه، ما عندها صحه. غنبقى غير مليون حوايج عندي مجموعين، كلشي مجموع، كنتسنى غير الساعه باش نهبطهم للدرب. ودابا اخوتي جلدكم يغطي، واللي حنا اللي حنا عليا الله يحنا عليه. راه من غدا غادي نهبط حوايج، راه ما مول المحل بغى ما حالو، اش غادي نقول له انا؟ قال لي انا ما كنعرف والو، قال لي خويا لي محلي صافي هزا وطوم ولا دبر راسك. ودابا خوتي انا بين يدكم، انا عندكم، انا اخوكم، انا اخوكم، انا هادشي اللي عطى الله. بصح ما بقاش عندي الخدمه، ما بقى عندي والو، عندي غير الله تعالى وانتم، عندي غير الله تعالى وانتم هما خوتي، انتم هما احبابي. ودابا كلشي كلشي انتم هما خوتي وانتم هما احبابي. انا غادي نبقى غير مليون، ما كاينش، انا غنبقى غير مليون. غادي مجموعه الحوايجات دابا، لو كان تجيو تشوفوا تراقبوا تشوفوا، وانا نفس عليه الشمع. دابا انا مخلي شمعة، طفيت شمعة ومخلي شمعة علاش الناس، علاش نتكات الناس ما كيبغيش يديها؟ علاش نقول لهم الناس؟ فين ساكن؟ قول اخويا فين ساكن؟ قول برج مولى عمر، انا ساكن برج مولى عمر السعيدية. أيه. السعيدية، رانا ببرج مولى عمار في السعيدية، تما فين ساكن. لا الله. ودابا جاتكم يغطي، واللي في قلبو الحنان يحن عليه، يحن عليه الله، كلشي كيفوت. حنا ما عرفنا واش نصبحوا ولا ما نصبحوش. واخا قول النمرة ديالك با، قول النمرة ديالك. النمرة ديالي 06. قرب الميكرو عندك، قرب. 06. 74 59 78 00. واخا عاود عمي. 06 06 74 59 78 78 00. واخا ها النمره ديالي، واللي بغى شي بغى شي حاجه، بغى الاجر، وبغى يجي يراقبني ويشوفني، راه نبقى غنمشي على برا. وا
هذا الشيء اللي عطى الله الخوت. سير خويا سير 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 اخويا. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، والله العظيم إلا بالدموع، والله إلا بكينا مع هذا السيد. لا إله إلا الله، لا يوصل شي مسلم لهذا الوضع هذا ولهذا الحال هذا. كما كتسمعوا كيقول الشريف مسكين كيقول لك جلدكم يغطي، فكرامكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في ما تبخلوش على هذا الوالد، حسبوه بانا. هذا هو اللي كاين. ما لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، اسمحوا لنا وكنعتذروا، ولكن في الاول وفي الاخير انسان، كنبقاو انسان، هذا هو اللي كاين. حنا عندنا والدينا، حنا ما نبغوش نشوفو وما نبغوش نشوف راسي حنا في هذا الموقف هذا، لا ليوصل شي واحد لهذا الوضع، ولكن قدر الله وما شاء فعل. البارطاج ديالكم مشاهدينا حتى هو راه فيه خير، فيه يعني كدل على الخير والدال على الخير كفاعلين مشاهدينا. هذا هو اللي كنقدر نقول لكم. حنا وصلنا وجينا عنده حتى لهنا البرج مولاي عمر حدا حمام قريشه، اللي الناس اللي كيعرفوه. كنوجه النداء ديالي كذلك لكل الساكنه المكناسيه وساكنه العاصمه الاسماعيليه، والحمد لله اهل مكناس خير الناس والحمد لله أهل الجود والكرم، وما يبغيوهاش تبات عندهم. نتمنوا أنه تدخل القلوب الرحيمة على الخط. الحمد لله تلاقونا مجموعة ديال النساء بنات برج مولاي عمر، أبناء برج مولاي عمر وبناء الحي هما اللي تواصلوا معنا. السيد ما عيطش، نعيطوا لنا أبناء الحي وقال لك أجي خويا منير، رحنا اليد العين بصيرة واليد خسيرة، أجي نعاونوا هذا السيد باش ما قسم الله ونشاركوا هذه الحسنة مع المغاربة. إذا ما تبخلوش على الشريف. الشريف شنو السميه ديالك؟ العميري محمد. با العميري، با العميري محمد، الله يطول العمر، وان شاء الله ما غادي غتبقى غير ان شاء الله غير على خاطرك، وان شاء الله خوتك ووليداتك ما غاديش يفوتوك. انا كنشوفها في حجم التعاليق اللي كنلقاو الان، واللي صراحه اثروا فينا، لانه كتشوف الناس يعني كتفاعلوا ملي كتحس بالكلام من القلب فراه كيوصل للقلب اكيد. ما بقى لي مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في الا نقول لكم الله يتقبل منا ومنكم هذا عمل لوجه الله الدال على الخير كفاعله، والله لا يضيع اجر المحسنين. نتمنوا التدخل ديالكم على في القريب. عاشقوا هذا السيد هذا، نكونوا درنا دورنا في الدنيا، هذا هو اللي كاين. شكرا لكم، كان معكم مراسل قناه منير معطاوي من مكناس، الى اللقاء.